اليوم ان شاء الله قدام زملاء والاصدقاء تاعي جيت نشكرك بزاف بزاف لي كيسيون كاع قالوهم، لانه كانت عندي تجربه صغيره في قطر، وكل الفضل الكبير انك كانت لدينا لقاء معك. الحمد لله احنا كجزائريين عطيتنا بعض النصائح مازال مكتوبه واش كتبت خليتهم عندي، والحمد لله يا ربي مشيت بامون اكريتور هذيك. لا مشيت تاعك هنا واش كتبنا؟ لا هذه الكتيبه تاعي في الدوحه بالضبط في لؤلؤه عند سعيد تما طلع ونريح هناك كنا جزائريين. دونك النصائح تاعك اللي عطيتهم لنا بارك الله فيك مشينا بهم، فزنا بدوره كاس تامين للحبه والصداقه اللي هما خدم قلت لنا خدموا بسكات تعلموا تخدموا بسكات. دوزيام قلت لنا ديروا تربصات حوسوا بزاف على التربصات، وين تلقاو تربص دخلوا وتعلموا، وقلت لنا اقراوا بزاف الكتب المتنوعه الثقافيه الرياضيه. بارك الله فيك وربي يسرك وربي يعطيك صحتك ان شاء الله ومزيد من التوفيق. وفيك بارك الله، الله ينجحك.